النهارده هنطبخ مع بعض طبيخ سبانخ. انا هزود لها ايه؟ عندي حزمه سبانخ او حزمتين حسب ما انت عايزه، وعليهم كزبره خضراء وعليهم شبت. يلا نديها طعم حلو ولذيذ كده. معايا بصل، معايا ثوم، معايا عصير طماطم وشويه شطه، تمام؟ هطبخ عادي جدا. طيب اشوف كده لو في هنا حبه رز ممكن احطهم لها. مفيش. طب ايه ممكن نحط لها ايه؟ ممكن عندي لسان عصفور قديها شويه صغيرين كده يتقلوها برضو، يتقلوا لي الايه؟ الميه بتاعه السبانخ دي. فانا هاخد هنا سمنه او زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعملها قرديحي النهارده، لا لحمه ولا فراخ، هي كده بس. تمام كده، ادي السبانخ بتاعتنا. طبعا هي مقصوصه، انا كنا زمان مش زمان، لغايه دلوقتي بنعمل كده، بس هي انا قصت يعني بنسيب الراس بتاعتها الحمراء الصغنونه دي. هحط هنا بصل كتير، بصلايه كبيره مفرومه، ماشي؟ طبيخ عادي خالص، وعليها عايز احط لها مكعب مرق حط لها. هاخد هنا بقى، بص عشان هحط هنا موقع سلة عصفور فين، نحط حبة صغيرين. بص كده برضو نفس الحكاية، بنحط الرز كده حبة قد ايه؟ معلقة كبيرة، تمام؟ اهي معلقة كبيرة كده، بس كده جت ام بالواجب. خدها مع البصلة كده تشويحة، وادي معلقة ثوم مفروم كبيرة، وهروح حاطه ايه؟ عصير الطماطم، ملح وفلفل، انا هديها شويه شطه، عايزه اديها قرن فلفل حامي اللي يريحك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطم، سنه شطه، واظبط ملح وفلفل. طبعا لو في شوربه بتظبطي قوي الملح بتاعها عشان تخلي بالك منها. وعايزه اقول لك ان انا لما بعمل الماسوره مش بحط لها ملح، بسيبها زي ما هي كده، بس بحط لها يعني توابل الفلفل الاسود، وبحط لها كل حاجه، بس الملح مش بحطه. ليه بقى؟ لان انا ببقى خايفه ان انا ايه يعني اوصل الملح بقصه جدا، اما اجي اضيفها على اي حاجه تملح لي الاكل، فتملي بسيبها زي ما هي كده يعتبر. تمام؟ بسم الله بسم الله. هناخد هنا بقى كده اغطيها تتسبك سنه صغنونه. عندي بقى هنا السبانخ اهي، سبانخ، كزبره خضراء، شبت. افرمها رفيع، بغسلها الاول وبعدين اقطعها. تمام كده اهي. اروح بقى ايه واخدها كده، بسم الله، ما سبكتش قوي ولا حاجه، مش مهم. تكمل تسبيك مع الايه؟ مع السبانخ، تمام، و الكزبره الخضراء والشبت. يعني كيلو السبانخ بياخد حوالي ايه؟ حزمه كزبره مع شبت كده، تمام؟ بس كده. هحط لها بس انا ايه بحبها يعني محمره عن كده شويه، فهحط لها معلقه صلصه. ماشي؟ بتحبيها اخف من كده هنزودها شويه ميه او شويه شوربه. هزودها سنه سنه، ماشي؟ مش هحط كتير. احط شويه ميه او شوربه، حبه صغننين كده. ظبطيها بقى ايه زي ما انت حباها. يعني انا السبانخ بالذات ما بحبهاش مليانه، ما بحبهاش خفيفه. بصوا بقى كمان اللي عمل معانا التقل ده سلة العصفور اللي انا حطيته. تمام كده؟ حابه اعمل لكم حاجه بالسبانخ. السبانخ دي لما بتبات عندي، خصوصا لما بتبات يعني، بتعمل ازاي؟ حد لقيتهم بقى هاويين قوي الوصفه دي، كان لك جدتنا بتعملها لنا كده، ما يبات عندنا سبانخ نيجي تاني يوم يروحوا عاملينها لنا ايه؟ بالبيض. ازاي؟ اعمل بس طشه التوم دي اهي، احمر تومه كده، وممكن تروح حاطه معاها كزبره خضراء كمان، عشان انا بس اتشالت من عندي، هشوف كزبره خضراء هنا كده. بصوا بقى دي كده اهو، اروح ايه منزله
التوم بس تتحمر تتحش دي ريحه حلوه تاخد لون، التومه تاخد لون ماشي. بصوا هنا بقى ايه، طبعا مش عايزه اسيبها بس انا عايزه اعمل حاجه تانية دلوقتي ضروري جدا. ابدا بالعجينه بتاعتي اللي هعملها. العجينه دي عباره عن ايه هقول لك دلوقتي، انا بس مش عايزه اضيع ده اهو كده. خلاص خلاص كده اهو، وهروح ايه مقلبه وواخده السبانخ دي بقى ايه. طبعا عايزه في نفس اليوم، عايزه تاني يوم، بس بقول لك هي ايه الوصفه دي بتبقى للاكل البايت. هاخد هنا كده هطقش ايه 2 بيضه او زي ما انت عايزه طبعا، او بيضه حسب ما انتوا عايزين، ويروحوا ايه منزلين عليها السبانخ. وحد قال لي كمان ان كانت برضو لحد تاني بقى غير بتاع البيض ده، كانت الجدات زمان بيتصرفوا وما يسيبوش حاجه تترمي، وكانوا يحبوا يغذوا الاولاد جدا بحاجات كلها من البيت، كانوا بيعملوا السبانخ دي حواوشي. يقول لك كان يجيب العيش وتحط فيه السبانخ ويسويها ايه على الطاسه كده على طول. ادي كده السبانخ بالبيض، ده اختراع جدات زمان كانوا بيتصرفوا. اهي زودت السبانخ ما ترمتش، والسبانخ طبعا مغذيه، وكمان البيض مغذي جدا. تمام كده، بس كده